إذن مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بحلول شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل وأهلنا في الداخل السوري في منازلهم وقد تخلصوا من قاتلهم. نتحدث أكثر مشاهدينا عن معاناة الشعب السوري اليوم في ظل شهر رمضان المبارك، وكيف تبدو الاستعدادات اليوم لديهم لاستقبال هذا الشهر الفضيل، مع ضيفي الكريمين السيد محمد بلعاس الناشط الإعلامي من الداخل السوري، وكذلك من الريحانية التركية السيد مصطفى نعيم الكاتب الصحفي. أبدأ معك أستاذ مصطفى بلعاس، حبذا لو تضعنا اليوم في صورة استعدادات أهلنا في الداخل السوري لشهر رمضان المبارك، هل بالفعل هناك مقومات تدل على استعداد واضح لشهر رمضان المبارك في الداخل؟ بداية الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. حقيقة أي استعدادات في المناطق المحررة هي استعدادات شكلية جدا نتيجة لعدة عوامل، الغلاء الفاحش للأسعار، ندرة العمل، البطالة، وكثير من الأمور تجعل من الاستعداد هو أمر في غاية الصعوبة. حقيقة نحن اليوم، أنا تحديدا كنت في المخيمات، بكل تأكيد كل أهالي المخيمات الذين واجهتهم سألتهم عن الاستعدادات لشهر رمضان، جميعهم كان جوابهم واحدا: بماذا سنستعد، من أين سنستعد، ماذا سنفعل لكي نستعد لرمضان. رمضان ربما هو يعني المتعارف عليه أنه شهر الخير وشهر البركة، ولكن هو يضيف عبء آخر على السكان في المناطق المحررة، يضيف تعب وجهد آخر وقلق من الأهالي نتيجة العوامل التي سبق وذكرتها، يضاف إلى ذلك غياب الأحبة، كثير من الأحبة الذين كانوا على موائد رمضان الرمضانات التي سبقت. حقيقة هذا ما يؤرق أيضا أو يتعب الحال والأمهات، خاصة أن أولادهن كما ذكرت في التقرير السابق أن لا يوجد عائلة في المناطق المحررة، لا يوجد عائلة، أكاد أجزم بأن لا عائلة إلا ولها شهيد أو معتقل في سجون النظام يتعذب في شهر رمضان وفي غيره، ولكن في شهر رمضان تحديدا تكون الذكرى غالية على الأهالي، يستذكرون تلك الموائد عندما كان الجميع على سفرة واحدة. محمد، أكثر ما يؤرق السكان هنا هو الارتفاع، الغلاء الذي يضرب المناطق المحررة بشكل جنوني، ويضاف إلى ذلك هو البطالة المنتشرة بشكل كبير. نحن نتحدث عن 4 ملايين مواطن في بقعة جغرافية صغيرة. طبعا الدول المستقرة محمد عندما يأتي شهر رمضان يكون هناك عبء على المواطن، هذا في الدول المستقرة، فما بالك في منطقة تعاني من الحرب منذ أكثر من 11 سنة مرت، والحال على طبعا يضاف إلى ذلك هو في هذه الفترة محمد غياب بعض المنظمات، كثير من المنظمات قامت ربما توقفت بشكل جزئي أو بشكل كلي، هذا أيضا في هذه الفترة جعل من الحالة للسكان حقيقة رمضان تحول من شهر رحمة، ونتمنى أن يكون دائما شهر رحمة وبشرى للأهالي، إلا أنه كابوس يؤرق النازحين. نعم، سنتحدث إذن محمد أكثر عن موضوع البطالة اليوم في الداخل السوري، ولا سيما بوجود شهر رمضان المبارك، وكيف تزيد هذه البطالة من عذابات السوريين في هذا الشهر الفضيل. يبقى معي محمد لو سمحت. ضيفي السيد مصطفى نعيم الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت بألف خير. إذا شهر رمضان المبارك لربما لا يفرق كثيرا على الشعب السوري كما رمضان السابق والذي قبله والذي قبله، يعني لربما 11 شهرا مباركا مرت على السوريين وما زالوا إلى اليوم يعانون هذه المعاناة. باعتقادك من يتحمل المسؤولية الرئيسية اليوم تحديدا في شهر رمضان المبارك لجعل هؤلاء في الداخل السوري يقضون هذا الشهر المبارك مثلهم مثل غيرهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد ولضيفك الأستاذ محمد وللسادة المشاهدين الكرام. نعم، لا شك أن الأزمة السورية طالت، يعني منذ نحن نتحدث عن 11 عاما، وما زال المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة يرحل الملفات. لا يوجد هنالك في مخيلة المجتمع الدولي إنجاز حلول حقيقية. ربما المسارات السياسية حتى هذه اللحظة يعني حتى معطلة بشكل شبه كامل. عندما نتحدث عن مسار جنيف، أستانا، سوتشي، كل تلك المسارات سواء كانت السياسية أو العسكرية ما زالت معطلة ومرتهنة إلى قرارات الدول المعنية بحل هذا الملف. لكن بالعودة إلى داخل سوريا، عندما نتحدث عن تواجد قرابة 4 ملايين إلى 4 ملايين ونصف في بقعة جغرافية صغيرة، نتحدث عن محافظة إدلب بالتحديد، يعني هنالك الكثير منهم متواجدين على الشريط الحدودي. عندما نقول هنالك قرابة 1,300,000 هم متواجدون في مخيمات النزوح الشتات الداخلي على الحدود السورية التركية، مرورا بمدينة الدانا وصولا إلى مدينة سرمدة. هذا الشريط الحدودي المكتظ بالسكان، هناك اكتظاظ كبير بالسكان، وهنالك أيضا مشكلة حقيقية، أي أن الجغرافيا السورية عندما تحدث عن محافظة إدلب لا يوجد هنالك مقدرات للمحافظة تكفي لهؤلاء المتواجدين فيها، سواء كان من خلال إنجاز يعني إما أن العمل من خلال يعني عندما أتحدث عن الزراعة على سبيل المثال، ما زالت المنطقة حتى هذه اللحظة رهينة المقذوفات الصاروخية، وهنالك الكثير قد قضوا نتيجة الاستهداف المستمر أو العشوائي بالنسبة لقوات النظام. عندما أتحدث عن الفوج 46 الذي تسيطر عليه الميليشيات الإيرانية، ما زالت تقصف مدينة الأتارة بالمحاذية له، أيضا محيط جبل الزاوية هنالك قصف مستمر، كذلك محيط مدينة سراقة. هذه المحاور الثلاثة المشتعلة بشكل مستمر، هناك اشتعال متقطع، لا سيما انه في الفتره الاخيره هنالك نوع من الهدوء النسبي، لكن لا اعتقد بانه سيستمر. ربما يعني هنالك بعض المعلومات التي تشير الى ان هنالك محاولات حثيثه بالنسبه لجانب النظام السوري، وهنا اتحدث بالتحديد عن الفرقه 25 التي يقودها سهيل الحسن، تحاول بشكل او باخر فيها محاكاه لعمليه عسكريه او دخول او اقتحام لخطوط ما خلف المعارضه بعمليه انزال جوي. لكن هذه المعلومات أيضا تتعارض مع المسارات الدولية، وكذلك أيضا وجود القوات أو القوات الجيش التركي المتواجدة في هذه المنطقة، ماهية التعامل، كلها اليوم باتت هي رهينة. يعني حديث الشارع السوري اليوم الكل يتحدث عن ماهية سوريا المستقبل في ظل تلك المعضلة الحقيقية التي حتى هذه اللحظة لم توجد الدول المعنية في هذا الملف الحلول المناسبة التي يعني التي تتماشى مع الواقع الحال الذي يعيشه منذ قرابة 11 عام، وما زالت المأساة مستمرة حتى في مناطق سيطرة النظام. عندما تحدث عن تهجير قسري ما زال مستمرا، هنالك العديد من السكان المدنيين إما أن يرحلوا عن طريق الطيران، والبعض الآخر عن طريق الدر، وكذلك أيضا البعض عن طريق البحار والتهريب، خطوط التهريب تجاه لبنان وكذلك تجاه البحر. كل هذا يعني يعطينا مؤشر بأنه هذا النظام لا يمكن أي يعني أن ينجز أي حل وفقا لتصوري وفقا لقراءتي منذ قرابة 11 عاما حتى هذه اللحظة. ليس بمقدوره إدارة سوريا، ولكن المعضلة الحقيقية هي آلية تعامل المجتمع الدولي مع هذا النظام الذي جلب كافة أنواع المرتزقة من شتى أصقاع العالم وجاء بهم لقتال الشعب السوري، سواء كان على صعيد الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات أو حتى الميليشيات الروسية. عندما تحدث عن ميليشيا فاغنر التي تقوم بتجنيد الشبان وإرسالهم إلى دول مختلفة من أجل القتال، بمعنى اخر ان عمليه الحل في سوريا اعتقد باتت من الصعوبه بمكان ان نتحدث عنها في الوقت الراهن، نظرا لان يعني الخارطه العسكريه رسمت على ماهيتها الحاليه. هنالك مناطق نفوذ متعدده تديرها بعض الدول، يعني عندما نتحدث وجود الامريكي وموجود شرق الفرات، كذلك ايضا الوجود التركي يدير منطقه عمليات اخرى. هذه المنطقه ما زالت يعني حتى هذه اللحظه رهينه الاتفاقيات الدوليه بشكل عام، ولا وجود هنالك حل في الأفق. الكل يتنصل من مسؤولياته، أو الغالبية العظمى من بعض الدول تتنصل. نعم، سنتحدث أكثر عما إذا كان النظام يريد التصعيد أكثر في الشمال السوري بالتزامن مع شهر رمضان المبارك بعد قليل. ابقى معي أستاذ النعيمي. عودة إليك محمد، كنا نتحدث عن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، تطرقنا إلى الاستعدادات لربما المادية، تحدثنا قليلا عن موضوع البطالة، نريد الدخول بالتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. اليوم كم يحتاج الفرد في الداخل السوري لكي يمر يومه بسلام وهو قد أتم كل ما يحتاج إليه في شهر رمضان المبارك؟ محمد، هذا حلم بالنسبة للأهالي مهما كان المبلغ.
تخيل معي أن العامل في منطقة إدلب يعمل من السابعة صباحا إلى السابعة مساء بعشرين أو بخمسة وعشرين ليرة، يعني بدولار، دولار ونصف. يعني هذا طبعا ربما حسن الحظ من وجد عملا حتى بعشرين أو خمسة وعشرين ليرة. محمد، قبل قليل كنت في أحد المخيمات في استطلاع، سألت امرأة ماذا جهزتم لرمضان، وقفت وبكت ولم تنطق بأي حرف. في خيمة أربعة بثلاثة أمتار هو سجن، وداخلها مطبخ وحمام. يعني هذا المواطن الذي يعيش في هذه الخيمة، ماذا تنتظر منه أن يستعد لرمضان؟ هذه الأهالي أو هؤلاء الناس كانوا في قراهم وبلداتهم، يعني غالبيتهم في الزراعة، يعملون في الزراعة أو في الصناعة. تعرف أن منطقة ريف إدلب عموما أو سوريا عموما بمعظمها منطقة زراعية، معظم السكان يعملون بالزراعة. هؤلاء اجتمعوا في منطقة لا يوجد فيها زراعة ولا يوجد فيها صناعة، إلا ما ندر من كان حظه ربما كما يقول الأهالي من السماء يجد عمل ب 20 أو 25 ليرة. المواطن بشكل طبيعي، دعني أتكلم عن عائلة على سبيل المثال، تحتاج ليس أقل من 200 دولار خلال شهر رمضان. تخيل معي ال 200 دولار حلم لأي عائلة موجودة في إدلب، نتيجة غياب كامل لفرص العمل. دعني أقول فقط أن هناك بعض الصناعات التي قد يستفيد منها الأهالي. معظم الأهالي هنا محمد يعملون ربما بجمع البلاستيك ليبيعوه أو بجمع النايلون، هي شاقة جدا ولا تنتج أكثر من 10 أو 15 ليرة. نحن أمام مأساة، يعني بشكل تدريجي رمضان، كل رمضان مر أهون من رمضان القادم. نحن يعني صراحة أن هذا رمضان سيكون أثقل رمضان مر على الأهالي منذ بداية الثورة سنة 2011. هذا رمضان رقم 12 هو الأصعب على الإطلاق خلال سنوات المرت على أبناء الثورة. طبعا محمد، دعنا نكون منصفين ايضا قليلا، هو الغلاء ليس في المناطق المحرره فقط، هو يعني في كل العالم هناك غلاء. الدول المستقره ايضا تعاني نتيجه انعكاسات الحاله الدوليه، الحرب الروسيه الاوكرانيه. سالت احد التجار لماذا هذا الارتفاع، لماذا هذا الوضع، حدثني بان الناقله كانت تاخذ 2500 دولار، الآن تأخذ 20,000 دولار. يعني نحن أمام. طيب محمد، بالعادة يعني في كل شهر رمضان في الداخل السوري تكون هناك منظمات إنسانية، منظمات إغاثية تقوم بتقديم وجبات الإفطار للعوائل المحتاجة. هل هذا الموضوع أو هل هناك استعدادات لتقديم ذات الأمر في هذا الشهر الفضيل لهذه السنة؟ محمد، موجود منظمات، هي جمعيات أكثر تعتني بهذا الأمر أكثر من المنظمات. المنظمات دائما تعتمد على السلة الغذائية الشهرية. نحن نتحدث عن جمعيات أو عن حالات فردية أو داعمين فرديين أو هكذا، ولكن على نطاق ضيق لا يكفي أبدا أن نحن نتحدث عن أكثر من مليون شخص في المخيمات. هذا يحتاج لدول لكي تحمل هذا العناء. ربما رأينا جميعا لسان حال السوريين دائما يقول نحن لسنا أوكرانيين. ربما رأينا حالة الدعم لأوكرانيا والمنظمات والدول، هذا حتى ساعد الشعب الأوكراني. نحن هنا من الشعوب المنسية. الوجبات التي تتحدث عنها محمد قد لا، ربما يعني 3 أو 4% من السكان الموجودين لا أكثر. نحن نتحدث عن معظم السكان أصلا هم موجودين بالمخيمات. وحتى المنظمات في الفترة الماضية، ذكرت لك هذا الأمر سابقا، أنها توقفت بشكل جزئي أو يعني خففت عملها في داخل المناطق المحررة. هو عبء يزيد على الأهالي هنا. طبعا كل هذه الحلول محمد هي مؤقتة. الحل بوجود موارد، بوجود مناطق أصلا زراعية، بعودة الناس. طيب محمد، الحال هذا الحال ينطبق فقط على سكان المخيمات أم ينطبق كذلك على من يقطنون المنازل كمحافظة إدلب مثلا وبقية المناطق المحررة أمثال منطقة درع الفرات، غصن الزيتون وما إلى ذلك؟ يعني هل هناك فوارق ما بين الحاجة لسكان المخيمات عن حاجة سكان البيوت والمنازل؟
محمد، بكل تأكيد من كان في منزل قد يكون الأمر أقل وطأة، ولكن هي الحالة الاقتصادية عامة سواء في المناطق في منطقة إدلب أو في مناطق غصن الزيتون أو في درع الفرات، جميع المناطق تعاني. أنا قبل أيام ذهبت إلى منطقة غصن الزيتون، نفس الحالة نفس الوضع، ولكن هو تمركز المخيمات في محافظة إدلب جعل المناطق الأخرى ربما أقل اكتظاظا بالمخيمات، بالتالي ربما الحال يكون أفضل نسبيا وليس بكثير. هي الحالة القدرة الشرائية للمواطن محمد، نحن نتحدث عن القدرة الشرائية للمواطن في المناطق المحررة. إذا كان هذا المواطن لا يملك دخل، فمن أين ستكون له قدرة شرائية حتى يواجه الظروف، يواجه رمضان، يواجه الحالة المعيشية؟ نحن نتحدث عن الأهالي طبعا الموجودين في المنازل. في الخيام ذكرت لك أنهم معدومين تماما، ولكن يبقى الأمر نسبي بين من يسكن في الخيمة أو من يسكن في الغرفة. نعم، يبقى معي محمد. عودة إليك يا أستاذ مصطفى النعيمي، الحال في بلاد المهجر كتركيا في منطقة الريحانية، منطقة هاتاي، يعني لربما تعكس الحالة على عموم اللاجئين الذين يقطرون في تركيا بشكل عام. هل هناك استعدادات حقيقية اليوم في منطقتكم لشهر رمضان المبارك أستاذ النعيمي؟ نعم، لا شك أن يعني السوريين متواجدون في المناطق التركية وخاصة المنطقة الجنوبية من تركيا، الكل يعني يحاول إنجاز أعلى مستوى من تأمين احتياجات المنزل، سواء كان على صعيد الإفطار أو حتى وجبات الغذائية الأخرى وحتى التجهيزات لرمضان. يعني هنالك خصوصية لشهر رمضان المبارك لدى السوريين، وهنا أتحدث عن جانب يعني هو جوانب مرتبطة ببعضها البعض. هنالك جوانب يعني على صعيد الطعام، وهنالك جوانب أخرى حتى على صعيد المساجد عندما نتحدث عن الصلوات. يعني عندما تتحرك في الشارع التركي تجد أن هنالك المساجد، هنالك تهليلات، هنالك تكبيرات، هنالك مظاهر لشهر رمضان، بدء شهر رمضان. لكن أيضا أشار قبل قليل الضيف محمد بالعاص إلى أن هنالك القدرة الشرائية لدى السوريين حتى في بلاد المهجر. عندما أتحدث على سبيل المثال للحصر، سعر كيلو السكر اليوم قرابة 15 ليرة سورية تركية، أي بيقارب الدولار الواحد، بينما هو كان في السابق قرابة نصف دولار أو 70 سنت. يعني كل شيء أصبح يعني أسعاره مرتفعة جدا، في ظل وجود أيضا يعني هنالك انخفاض بسعر العمالة أيضا يقابل ذلك، والعمال في هذه المنطقة أو في تركيا بشكل عام يتقاضون بالليرة التركية، ولم تطرأ هنالك ارتفاع على أجور الموظفين حتى هذه اللحظة. لذلك أعتقد بأن يعني هنالك حاجة ماسة لهؤلاء المتواجدين في هذه المناطق، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة للإيجارات المنازل وكذلك أيضا المحال التجارية، كلها مسائل مركبة صراحة. يعني الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على كل الدول وليس فقط تركيا، ولكن تركيا هي إحدى الدول المتضررة من هذه الأزمة الاقتصادية. وعندما نتحدث عن أزمة أوكرانيا، أدى إلى ارتفاع النفط قرابة 147 دولار، وقبل أيام انخفض إلى قرابة 107 دولارات. لكن حتى هذه اللحظة عندما نتحدث عن أسعار على سبيل المثال الوقود كالديزل، البارحة كان سعره 23 إلى 24 ليرة تركية، وحتى هذه اللحظة هو بذات السعر. لذلك أجور النقل ما زالت هي بنفس المستوى. يقابل ذلك أيضا هنالك غلاء في أسعار المواد الأولية يعني الغذائية بشكل عام، كذلك أيضا تجهيزات رمضان، المشروبات أيضا كلها أصبحت بسعر غالي، كذلك الحلويات، كل شيء أصبح غالي. واليوم الأسرة السورية باتت يعني تحاول بشكل أو بآخر إيجاد أقل يعني الوسائل الممكنة من أجل العيش ويعني يعني الولوج إلى رمضان بشكل أو بآخر. وباتت يعني عندما نتحدث عن إنجاز أو وإيصال الأطعمة والأغذية، اليوم نتحدث عن إنجاز يومي، بينما كنا في السابق نتحدث عن هنالك الكثير من العوائل تقوم بجلب المأكولات والمشروبات لأسبوع أو 10 أيام، وفي السابق هنالك قرابة الشهر، أي بمعنى آخر يعني هنالك اضمحلال للشراء بشكل كبير، وهنالك أيضا مشكلة حقيقية يعني تتأزم بشكل مستمر عالميا تنعكس من خلالها على المواطن السوري الذي يقطن دول الشتات سواء في تركيا أو حتى في لبنان وكذلك أيضا في الأردن. نعم، ابقى مع أستاذ نعيمي. محمد بلعاس، عودة إليك، من المعروف عن الشعب السوري في شهر رمضان المبارك تجتمع العوائل على مائدة واحدة، يعني لتقييم روابط أو لتقوية روابط الأسرة
وروابط المحبة. اليوم كما تحدثنا في بداية الحلقة وما تحدث التقرير، هناك الكثير من يفتقد أحبابه، سواء من كان له شهيد ومن له معتقل ومن له مهجر خارج الأراضي السورية. كيف تنعكس هذه الأمور اليوم على الحالة النفسية لأهلنا في الداخل السوري؟ بكل تأكيد محمد، عندما تجلس العائلة على المائدة ويفتقدون، أقلهم يفتقد شخص واحد. أنا أتحدث عن عائلات ربما تفتقد 4 أو 5 عائلات التقيت بهم أيضا في المخيمات، تصبح هذه الفرحة تتحول إلى مأساة، إلى ذكرى مؤلمة جدا، خاصة ربما الشهداء تقبلهم الله أنهم رحلوا إلى البارئ عز وجل. ولكن نحن أيضا نتحدث بكل حرقة عن المعتقلين، المعتقلين الذين ما زالوا يعانون داخل سجون النظام والميليشيات الطائفية. هؤلاء من ربما من يحتاجون إلى عمل جدي لإخراجهم من هذه المأساة. ربما هؤلاء من عندما يجلس الأهالي على مائدة الأفطار تكون اللقمة بطعم العلقم، لأن هؤلاء يتعذبون ربما بهذه اللحظة. محمد، دعني فقط أضع المشاهدين أمام مقارنة بسيطة على الحال الذي يعيشه أهلنا في كما الذي نعيش في المخيمات. محمد، العامل المحظوظ، وهنا تقصدت أن أقول المحظوظ، الذي يعمل من 7 صباحا إلى 7 مساء ليعمل ب20 ليرة، وهي دولار أو دولار ونصف تقريبا، إذا ذهب إلى السوق سيشتري بها 1 كيلو بندورة، كيلو بندورة فقط، كيلو بندورة ب18 ليرة تركي. أنا أتحدث عن الليرة التركي، ربما بعض المشاهدين لا يعرفون أننا نتعامل هنا بالمناطق المحررة بالعملة التركية. إذن يعمل من 7 صباحا إلى 7 مساء بكيلو بندورة. نحن أمام مساء، ربما اليوم يستطيع أن يعمل هذا العمل ويشتري كيلو البندورة، مستقبلا لن يستطيع شراءه، لأن كل شيء بارتفاع وبشكل تدريجي وبشكل ربما لا يتناسب أبدا مع الوضع. نحن في هذه المنطقة نعيش مآسي مختلفة. التأجير هنا، وهنا دعني أمر على هذه الجزئية ولو للحظات، تأجير البيت هنا ب$100، وهو يتناسب أبدا مع الحال الذي نعيشه. نحن في ظل حرب بدأت قبل 11 عاما، الاحتكار حقيقة. هناك أنا أرى أن هناك غياب للرقابة، لا يوجد رقابة حقيقية على التاجر أو على من يقوم باحتكار السلع على المواطنين. هذا جزء من المشكلة، ليست المشكلة كاملة، هناك غلاء عالمي لا ننكر هذا، لكن يضاف إليه غياب الرقابة الحقيقية التي تعاقب من يقوم باستغلال المواطنين. هذا غير موجود في إدلب بشكل فعلي، موجود ولكن ليس بالشكل المطلوب وبالوقفة التي يحتاجها المواطن معه. نحن نعيش عدة مآسي كما ذكرت في بقعة واحدة لا تتوقف محمد أبدا. نعم أستاذ النعيمي، هل تتوقع تصعيد عسكري في الشمال السوري؟ وكما عودنا نظام الأسد في كل عيد وفي كل سنة يكون فيها شهر رمضان المبارك يصعد من عملياته العسكرية ومن قصفه للمدنيين بهدف نزع الفرحة بهذا الشهر الفضيل أو الفرحة بالأعياد. نعم، أتوقع ذلك من خلال سلوكيات النظام السوري السابقة كما أشرت إليها قبل قليل، عندما تحدث عن محاور 3 هي جبل الزاوية، محيط سراقب، أيضا الطرف الآخر محيط فوج 46 في ريف حلب الغربي. هذه المنطقة التي تشهد هنالك قصف بشكل عشوائي ومستمر، ربما تخف وتيرته بين الفينة والأخرى، لكن ما زالت المنطقة رهينة المخزوفات الصاروخية التي تطلقها الميليشيات الولائية. هنا نتحدث عن ميليشيا إيران، فيلق القدس الإيراني، الذي يدير هذه العمليات الإيرانية، العمليات العسكرية في هذا المحور بشكل مستمر. هو يحاول، يعني عندما يكون هنالك مأزق لدى إيران في على صعيد المفاوضات في الملف النووي على سبيل المثال، أو حتى المسيرات وكذلك أيضا الباليستي، هنالك مجموعة من الملفات متعثرة يقوم بالضغط على السوريين في الداخل السوري من خلال استهداف هذه المنطقة وتركها رهينة للمخزوفات الصاروخية من أجل إيصال رسائل سياسية، الغاية منها سياسية، ومن ثم إبقاء المنطقة على ماهيتها الحالية من أجل تحقيق أعلى مكاسب من خلال الملف النووي. كذلك أيضا على المحور الآخر في الجنوب السوري هنالك بشكل مستمر تعزيز تلك القوات الإيرانية
في محيط منطقة السيدة زينب، هنالك أيضا تدريب على الطائرات المسيرة في منطقة القلمون، كلها مؤشرات تدلل على أنه هناك متغير جديد لدى الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات، كذلك أيضا تحليق المستمر لسرب الطائرات 122 الإسرائيلي الذي يقوم باستهداف كل المتغيرات التي تجري على الساحة السورية، وما زال الشعب السوري يمثل صندوق يعني صندوق رسائل ما بين هذه الأطراف المتصارعة، والشعب السوري يدفع ثمن هذا الصراع، كذلك أيضا المتضرر الوحيد هو الشعب السوري من خلال الاستهداف المستمر للبنية التحتية، وكذلك أيضا الاستهداف المستمر للسوريين. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى النعيمي، وأشكر ضيفي كذلك السيد محمد بلعاس الناشط العالمي من الداخل السوري، شكرا لكما ضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى فاصل قصير ونعود بعده إلى ملفنا الثاني من برنامج سوريا الآن.